يقول لك اعطيك بالساعة دولار واحد. ثانك يو سو ماتش. كان الفريق كله موجود يوم العيد. نجل هذه اكثر مكان كثاب. في كلام يقول لك الكرسي قلب البيتزا عشان هلا والله مرحبا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا حيهم يا صباح الخيرات والمسرات على الجميع أجمعين. أمس يا جماعة نمت في شايفين كيف هالموتيل هذا الفندق اللي هنا كذا على الطريق جاي وما أدري إيش أسوي يا ولد والقاه وكانت الدنيا ضباب يوم وصلت بالعافية أشوف فشوف كيف ضباب وراي فنمت هنا نومة جدا حلوة رايقة مكيف شوي كان حار وما حار بس إنه ضبط لنا الوضع يعني الجو برا برد لكن داخل 100%. عموما اليوم بإذن الله تعالى أنا موجود يا جماعة في أوهايو في منطقة صغيرة اسمها مانسفيلد كذا مانسفيلد فإن شاء الله متجهين إلى بيتسبرغ فإن شاء الله تعالى متجهين إلى بيتسبرغ يا جماعة بنسلفينيا فخلوكم معنا خلونا نشوف نقابل بعض الشباب نروح ناخذ جولة فيلا يلا شوف كيف شكله هذا الموتيل الفندق كذا على الطائرة أصلاً حتى وصلت متأخر مرة متأخر بس قلت غفيلي شوي هذه غرفة اللي سكنت فيها 102 بس حلو أول ما تطلع الأجواء شوف هذا بوجهك هذا كل الموتيل كذا شكله غرف متفاوتة بجنب بعض قال لي في كاميرات في كل مكان يعني don't worry قلت له خلاص ما في مشكلة فيلا بسم الله الرحمن الرحيم شوف ما شاء الله تبارك الرحمن الضباب يمين يسار العالم شغل انوار وهنا في الجهة هذه بعد ستاربكس السريع ثانك يو ثانك يو اسكت لنا خذنا كوفي يلا وقفت السيارة هنا في المكان هنا عند الشارع على جنب لازم ندفع بس راح ادفع اونلاين خلي الحق على المحل قبل الله يسكر فان شاء الله تعالى ان يمدينا هذا لكم ما سكروا بيتسبرغ بابليك وركينج يلا بسم الله الرحمن الرحيم الباربر شوب باربر يعني حلاق يلا الحلاق قال لي ما عليك دونت وري راح اضبطك فغمضت عيوني ما ادري ايش اسوي فقال لي خلاص ما عليك انسى الامر كله انا راح اضبطك بكل شيء فغمضت عيوني فتحت عيوني كذا فبس انه هو ما يقبل البطاقه فرايح اسحب من الصراف واروح ادفع له كاش وعموما الباربر شوب هذول باربر شوب اللي هم حلاق بالانجليزي باربر شوب او باربر احيانا يختصرونها من سنين طحت عليهم شيبان وابطال وناس داخل محترمين جدا ويعرفون شغلتهم يعني مو زي بعض الناس اللي تجيك كذا مره رحت حلقت عند وحده لعبت بي تخبرون في مقطع لاس فيغاس انا صورته قديما لما رحت لاس فيغاس وسويت هناك لاس فيغاس يعني تربان وما تربان وسافرت حلقتني وحده ولعبت فيني فوق تحت خبصتني تخبص لكن هذولا مره ابطال يلا نروح نسددهم هذا الشارع اسمه ليبرتي افينيو طبعا يكثرون الناس يعني اللي اصولهم ايطاليه موجودين في الشارع هذا فيحتفلون احيانا عندهم في السنه في احتفال سنوي يصير اسبوع كامل يقفلون الشارع ويحطوا لك المعدات والاكل الايطالي والملابس وغيرها فيسوونه هنا في المكان هذا اللي هنا ثانك يو سو ماتش اه يو تو باي ثانك يو سو ماتش ها ايش هذا طبعا التحليقه ب 20 وما قصر ضبطنا التحليقة من وإلى لكن لأنه رجال طيب عطيته تب 10 أو 5 دولار فأعطنا 10 دولار زيادة أغلب اللي يشتغلون به هذا يدق لنا أغلب اللي يشتغلون بالمطاعم أو الأماكن هنا في أمريكا نظرية التب اللي هي البخشيش هذا اللي هي يسمونه أحيانا جراتويتي أو يسمونه تب هذه نظرية ثقافة عامة أغلب الناس تشتغل يقول لك أعطيك في الساعة دولار واحد أو 3 دولار في الساعة بس فهو يعتمد اعتماد كلي على التب على البخشيش أو الجراد جراتويتي هذه يسمونها جراتويتي فهذه كل رواتبهم اصلا ما يهتمون ترى دولار ولا دولارين ولا ثلاثه خاصه اللي يوصلون بيتزا اعتماد على التب هذه ثقافه هنا موجوده نسيت اقول لكم ترى الحلاق اتصلت عليه الصباح وانا بوهايو قلت له 3 ساعات وانا عندك فهذول ضروري الحلاق هذول شيء مو طبيعي صراحه
دائما انا من الاكسبيرينس من الاخذ والعطاء يزودون لك السعر. وش معنى الاكسبيرينس؟ يعني مثلا في عندك مثلا والمارت ومثلا في تارجت زي محلات التجاريه الكبيره هذه، تروح للمحل هذا هم نفس الشركه بس هنا اغلى بشوي. ليش اغلى؟ لانك لو جيت للمحل هذا يختلف عن المحل الثاني بالاستقبال. المحل هذاك تروح تبي تاخذ شغلتك تدورها من نفسك وتاخذها، المحل هذا اللي رافع السعر شوي نفس البضاعه بس انك يوم تدخل يجيك واحد هلا مرحبا كيف اقدر اخدمك تفضل تعال معي، يزيدون السعر فيسمونها تدفع فور ذا اكسبيرينس، يعني تدفع عشان الخبره تدفع شوي زياده. وهي ثقافه معروفه في البزنس هنا، نفس الشيء نفس العده لكن لا، هذا ياخذني يجيبني يحطني يحط يوديني يجهز لي امور يستقبلني فادفع شوي زياده. No thanks, just water. For here or no? For here. اللهم لك الحمد والشكر يا رب. شوف كيف شارع، طبعا هذا الى الاشاره واقف الناس هنا. المكان اجواءها مره روعه خاصه في الصيف هنا في بيتسبرغ. برايفت. يلا بسم الله نكمل الجوله. وهذا المسجد في بيتسبرغ. يلا خلونا ناخذه نصلي ونمشي باذن الله. يلا يلا اهلا. When did you come back? اه كذا يلا حيا. شلونك عساك طيب؟ يلا الحمد لله. كيف الامور؟ هذه المسطحات الخضراء اللي شايفينها عند الجامعه، جامعه بيتسبرغ. شوفوا كيف بالعاده يصلون العيد هنا بالساحة هذه، صلاة العيد عيد الفطر. فخبر مرة كانت في صلاة عيد هنا، وكان المفروض ان فيه عندهم تدريب لكرة القدم الامريكية، كان الفريق كله موجود يوم العيد، فكانوا الناس هنا فارشين يصلون ودنيا وعالم، فراحوا كلموهم الشباب وكنا معاهم يا جماعة الخير ترى صلاة عيد، وش سووا عاد توقعوا الفريق حق الجامعة؟ ألغوا التدريب كامل، قالوا خلاص ما راح نزعجكم، وطلعوا من الملعب كله من الساحة هذه كلها وصلوا المسلمين هنا صلاة العيد في الساحة هذه خضراء، فتصير صلاة العيد في المكان هذا اللي هنا. هذا مسكرين عشان الشتوية يدفونه ولا شغلة أدري ما شغل. صحة صحة دخان وعطس فصحة صحة. عموما شوف الجسر هذا اللي موجود هنا بوريكم إياه. طبعا في جسور كثيرة مشهورة في العالم بس بوريكم الجسر هذا اللي موجود في بيتسبرغ بجنب الجامعة. في حركات هنا يسوونها كثير الناس. زين الجو دافي، احنا بعد ما فرينا الفره هذه كلها ابواب امريكا فوق تحت يمين يسار رجعنا الى بيتسبرغ. جوها اليوم مره دافي عليل كذا حلو ما يحتاج. في كلام مكتوب تحت ما يصلح. بس شوفوا كيف الجسر هذا اللي احنا جايين عنده. الحركات هذه الحب ما ادري شلون، شوف حاطين اقفال ومزبطين حالهم. فلان وفلان العمر كله. شوفوا هذول ثلاثه مع بعض. هانا اند باتريك فبروري 11 2016 بيلت اند بير. والله ما ادري عنهم هذول ثلاثه، هذا العمر كله والحب كله. خلنا بشوف هناك الزحمه في النص خلنا نقرب لهم. هذا وش حاط بعد؟ هذا حق سيكل شكله. قفل. وش بعد؟ هذه كلها اقفال تقل حق الجيم. مصدي بعضه يعني ان شاء الله ان الحب اكتمل على ما هو عليه عند الجسر. خلونا نشوف اللي هناك الزحمه اللي في النص. ومثل ما انتم شايفين ما بين الزحمه هذه كلها على الجسر نجي لهذه اكثر مكان كثافه. شوف ايش كثر اللي هنا الاقفال. هذا ما ادري ايش سالفتهم القفل الكبير ذا. واضح انه مو واضح بسبه الغيم. عموما شوف كيف الاقفال اللي موجوده. سمك وما سمك. كل واحد حاط قفل ال بلس او ال اند سي فور ايفر للابد لاف. هذا بعد مصدي اللي هنا هذا حط قفل رقم سري.
ما ادري هي دامت ولا ما دامت. احيانا خلال الجامعه يشدون شوي وبعدين خلاص بعدين بعد ما يتخرجون تخرب الدنيا كلها. سام انديجو مريد او خلاص تزوجوا 25/7/2020 توهم مالهم زمان. هذا الاقفال اللي يحطون الحب وهناك بعد هذا كله مليان. هذا حاطين جيسس وجون نادي بيتي او بيث او كذا ما انا قادر اقراها. جيسس معاهم حاطينها هنا. وشوف هنا بعد معبينا الشارع هذا اللي هنا. اغلب الحركات اللي تصير بالجامعة خلاص انا للابد حنا مع بعض مستحيل. نهاية الترم قبل نهاية الترم على بداية الترم الثاني. تعرفون هذه حقة الموية؟ الوقفة هنا غلط طبعا. لو وقفت هنا تبي تاخذ لك مخالفة مرتبة على كيف كيوفك ها؟ إذا ما انسحبت السيارة. هذا ممنوع توقف قدامها عشان لو قدر الله صار شيء يسحبونها منك. يسحبونها منك أقصد يسحبون هنا يطفونها. شايفين البيت هذا يا جماعة الخير البيت الأبيض هذا؟ واحد من الشباب كان يعني يمشي من هنا ويعدي يقول يا أخي عاجبني البيت مرة حلو وشكله وترتيبه وكذا. وكان دائما يسأل وش البيت هذا وش سالفته ومن رعيه يعني من المالك. ما شاء الله بيت ابيض سياح نياح وحلو. ايش طلع اخر شيء؟ طلع في يونرال هوم اللي هو بيت عزاء اللي هو لو قدر الله توفى احد يسوون هنا مراسم العزاء ويمشون. فقال يا ولد يوم قريتها في يونرال هوم وشفت السياره هذه تعرفونها الكبيره حقت الجنايز اعوذ بالله من الشر. فكانت من هنا معديه يقول انها بث اخر شيء شفت العالم مجتمع وتدخل. فطلع في يونرال هوم. في يونرال هوم هنا لا قدر الله حد توفى فيستجرون مكان زي كذا ويجون يجيبون الامور هذه اللي ما احنا مسولفين فيها بس تجمع هنا فيسمونه في يونرال هوم. فطلع البيت هذا في يونرال هوم. هذا صديقي واصل اللي تعرفونه ما شاء الله ان شاء الله له مكانه كبيره مستقبلا انتظروه. بس هنا جايين يسوون بس فيلم خفيف. واحد فاز بعمده احد المدن فهذولهم جاي يسوون له بس شكرا وما شكرا. يشوف المايك والحركات. بسم الله. هاي هاو يو جوينغ. لا اله الا الله. طبعا هل يخفى القمر جاي الى جون باي جاي باكل لي بيتزا مشتهيه لي فتره. ف انا دائما مشكله مطاعم البيتزا ما يضبطونها بس المطعم هذا في بيتسبرغ واو خصيصا لازم امره. فيلا بسم الله. جيت اخر مره ادري اخبر الفيديو الاخير كنا انا عند جون باي. يلا بسم الله حلال اوبن. ايش عنده كذا هي ولا مكسوره؟ بسم الله. طلبت الميديوم حجم البيتزا اللي هي الميت لوفر. هذا الطلب حق الميت لوفر اللي احبه. هذا البيبسي هذا. خلونا نبدا في البيتزا. في كلام يقول لك الكرسي قلب البيتزا عشان تقدر تقصقصه. الكرسي هذا الابيض انك تسحب البيتزا كذا وما ينقطع. طيب هو شوف ثلاثه وسلايسات انا اشوف انه ما له خلاص كذا ما له داعي تقدر تقطعها وتسحبها على ما هي. ما اتوقع المقوله هاي صحيحه عشان تقطع البيتزا وتثبته كذا وتسحب البيتزا ما تتقطع. يمكن والله. يا ربي لك الحمد. اكلنا وتنعشنا ما شاء الله تبارك الرحمن. ادري الاكل يعني نصور الاكل شيء مهم صراحه في الحياه لك لازم ناكل والله يا جماعه شو نسوي تتحرك وتروح وتجي بس انا اطلع يعني اجزاء بسيطه من الاكل. والآن يا جماعة الخير من المكان اللي شايفينه هنا يا سلام شوفوا هنا
نكون ان شاء الله وصلنا لنهايه الفلوج حق اليوم، لنهايه فيديو اليوم. ان شاء الله نعجبكم، اخذتم ورحتم وجيتوا معانا، اخذتم بعض المعلومات اللي ان شاء الله استفدتم منها، شفتم بعض الاماكن الزينه، رحلات وروحات وجيات وصولات وجولات. فان شاء الله تعالى نشوفكم الفيديو القادم. لا تبعدون، لا تنسون اللايك والشير وسبسكرايب، وحياكم الله هنا في سناب شات وهنا في التيك توك، ويلا نشوفكم على خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.